ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة الستات بتلعبها صح. طيب تفتكروا كده الستات بتلعبها صح في ايه؟ لو بصينا حوالينا هنلاقي الستات بتلعبها صح في حاجات كتير جدا، وعشان كده انا شايفه ان الفقره دي هتدينا كلنا طاقه ايجابيه، علشان هيكون معانا فيها دايما نماذج لستات ناجحه. ومش معنى كلمه ناجحه انها لازم تكون وزيره ولا سفيره ولا رياضيه بس، لا، ناجحه بالنسبه لنا يعني ست كان عندها حلم وعرفت تحققه، حتى لو الحلم ده كان بسيط لكن فضلت وراه وقدرت تحققه. صح، مظبوط. زي ما اميره قالت كده، الفقره دي اسمها الستات بتلعبها صح. بتعرف تركز على الهدف بتاعها، تحط خطتها، تدرس هي محتاجه ايه، وانه مفيش حاجه تقدر توقفهم. هيكون معانا نماذج منوره جدا جدا جدا. وخلونا نقول ان اكبر دليل على انه الستات بتلعبها صح ان اخر سنه دول شفنا على السوشيال ميديا نماذج لبنات وستات قدروا ان هم يخلقوا لنفسهم شغل وحاله وحياه، ويعملوا حواليهم هالة نور عظيمة، وبقوا مشهورين جدا جدا، وكمان رياضيات أو رياضيين نجحوا وحققوا بطولات وألقاب عالمية. هيكون معانا في الفقرة دي دايما ستات عرفوا إن هم يحققوا اللي هم نفسهم فيه. تعالوا كده سريعا نروح نشوف مين هتكون معانا النهاردة ونرجع لكم تاني. نادين الدولتلي قائدة صنعت المجد في لعبة تنس الطاولة مع النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، حفرت اسمها بحروف من ذهب بعد مشاركتها في دورتين الألعاب الأولمبية في لندن 2012 ريو دي جانيرو 2016. قدرت أنها تقود النادي الأهلي للفوز بكل الألقاب والبطولات طول الفترة اللي فاتت، بداية من البطولة العربية مرورا ببطولتين الدوري والكاس. أهلا بك يا نادين، ومنورانا ومشرفانا ومبسوطين انت موجوده معانا النهارده. ميرسي ليك، وشرف ليا والله. ميرسي جدا، بجد نورتينا جدا يا نادين. نورك، ميرسي والله. بصي، هو انا عارفه يعني مش عايزه ايه، يعني عايزه اعرف ايه سبب اختيارك للعب تنس الطاوله. ده بيرجع لحبك للعبه ولا بيرجع للاب والام اللي هم اصلا هم العيله كلها؟ العيله كلها، الاب والام والاخت والاخ، العيله كلها. هو بالظبط كده. هو يعني ماما وبابا طبعا ابطال افريقيا وكبار، واخواتي برده منتخب مصر، فكانوا دايما رايحه معاهم التمرين، راجع معاهم التمرين. أوكي. رايحين البطوله انا بلعب بره، راجعين البطوله. فطبعا اللي هم حاولوا يلعبوا معايا رياضات ثانيه عشان ما يصدمونيش يعني، بس طبعا اللي هو لا، انا هلعب زيهم، انا زي اختي الكبيره، زي اخويا، هلعب زي دينا ومحمد. أوكي. هلعب زي ماما وبابا. طب أيوة، صحيح صحيح. فحاول ماما حاولت معايا سباحه، كاراتيه، مفيش شاوفين بونج. ما هي خلاص، انت طالعه فعلا شايفه كل اللي حواليك. بالظبط. لازم زيهم. انت ام ورياضيه ومهندسه، مهندسه زي نحط تحتها يعني 60,000 خط. انا عايزه اعرف الميكس ده بتمانجيه ازاي، بتديري الحياه اللي فيها 60,000 وظيفه دي ازاي؟ بصي، هو اولا يعني مامتي وبابايا من زمان هم دايما سبورتنج قوي ان يعني التايم مانجمنت، انت اختياراتك، انت هتركزي دلوقتي عند البطوله هنركز شويه في البطوله، عندنا امتحان هنركز شويه في امتحان، هو ده كله تايم مانجمنت بلس ان حاجه الواحد عايزها فانت هتشتغلي عشان توصلي لها. ما حدش كان بيضغط عليا خالص ان انا ابقى احسن من محمد او دينا او كده، لا، بس انت اختياراتك، شوفي انت عايزه تعملي ايه. دينا اختي الكبيره ومحمد اخويا الكبير. الفكره بقى لما دخلنا في فقره هندسه دي، هي صعبه قوي. هقول لك، انا اصلا ما عرفتش اذاكر حاجه تانية. يعني انا بالنسبه لي الهندسه كانت اسهل. انا حاسه لو كنت دخلت يعني جامعه تانية ما كنتش هعرف اصلا. اوكي. فهي يعني كانت بالنسبه لي حاجه انا بعرف اعملها وبستمتع بيها وبحبها، فعشان كده الشغل ما كانش بحسه تقيل على قلبي قوي. بس طبعا كان في شويه تضحيات بقى، خروجات مع اصحابي، عزومات عند اهلي، سفريات، الساحل مثلا. الساحل ده انا عرفته على كبر. بس كله ات واز ورث ات. ان انا مش بسافر الساحل بس، بسافر طولت العالم، في الصين، في اليابان، في هولندا. هم اللي سافروا الساحل عملوا ايه؟ مش فايتك كتير. يعني نادين، عايزه اعرف منك يعني قبل وجودك في الاهلي ما تعرضش عليك الاحتراف؟ اكيد اتعرض. زمان كتير قوي. بس طبعا يعني وقت المدرسه كان بالنسبه لي ماما كانت رافضه الموضوع ده خالص. لا، ده وقت مهم في تربيتي، ما ينفعش تبقى بعيد عني خالص. فماما كانت رافضه القصه دي خالص، مع ان كان جالي في كندا وكان جالي في قطر وفي الامارات.
حتى بعرض جنسية كمان يعني. بس هي كانت ضد المبدأ ده خالص، وبعد كده جالي احتراف وانا في هندسة، بس طبعا ده كان مستحيل، استحالة. بس لما جالي بقى آخر مرة دي اللي انا سافرت فيها المرة دي، يعني هي جت تحسي ان ربنا سهلها كده، ان هم عرضوا عرض كان كويس جدا، وانا اصلا بشتغل كمان، فالشغل كان برضو فلكسبل لان الماتشات في الويكند، فمش هغيب عن الشغل قوي. وجوزي بقى بصراحة يعني شافوه كبيرة قوي ان هو اصلا اوكي كل الكلام ده. جوزك بيلعب اي رياضه؟ هو اصلا كان برضه في منتخب تنس طاوله زمان، انا اعرفه من واحنا 5 سنين أطفال. 6 سنين لان اخوه كبير كان بابايا المدرب بتاعه. اوكي. انتوا ايه ما بتتجوزوش من الباسكت؟ طب في لعبه ثانيه. بس برضه تمسكك بالنادي الاهلي رغم كل العروض اللي جات لك دي برضه احساس. طبعا، هو انا اتربيت فيه يعني، يعني اول مره مسكت مضرب ولحد النهارده ما لعبتش في نادي ثاني. هو اتمرنتي اكيد على ايد مدربين كتير قوي. طبعا. يعني تقولي لي كده، مين اكتر مدرب اثر فيكي او اثر في شخصيتك؟ صعب قوي كلهم صراحه، من اول كابتن مسعد اللي مسكت مع المضرب، وبعدين كابتن عادل. كابتن عادل هو اصلا مدرب السيدات دلوقتي، وكان مدرب 12 سنه لما انا كنت تحت 12 سنه. اوكي. فهو يعني معايا طول الخط يعني. وكابتن ستيف برده كان ليه دور كبير جدا. هما بصراحه ما فيش حد ما كانش ليه دور. كابتن طارق فوزي كان ماسك السيدات حوالي 5 سنين برده، خدنا كل الدوري معاه. فلا ما اقدرش اقول، كل واحد بصراحه حط يعني حاجه، كل واحد حط البرنت بتاعته، البصمه بتاعته المختلفه عن التاني. طيب عايزه بقى اعرف كمان، انت بابا وماما بقى ابطال يعني، اكيد لما بيتفرجوا عليكي مش بيشجعوا زي اي اب وام طبيعيين يعني، اكيد كارثه. عايزاكي تحكي لي عن تشجيع بابا وماما ليكي بقى، وهم فاهمين قوي في الصريخ بقى، انا متخيله التنظيف. بصي، هي ماما يعني طبعا هو احلى حاجه بصراحه، الحاجه اللي انا مبسوطه قوي بيها وبلست بيها جدا، ان هم فعلا بيدوني تحليل يعني تكنيكال. انت وقعتي في كذا وكذا ومحتاجين نشتغل عن كذا وكذا وكذا. حطي بقى ده على جنب. المشاعر طبعا لو انا خسرت بيتضايقوا بزياده. بقى اللي هو يعني بحس بالحزن فعلا. والتوتر بقى طبعا قبل الماتش، ماما اصلا ما بتقعدش تتفرج عليا، بتقعد تلف في الصاله كده، اشوفها مره هنا مره هنا مره هنا. اقعدي شويه. طب الاثنين بيدربوا الاثنين بقى، ما كانش فيه تعارض بقى يعني، مثلا حد عايز يمشي توجيهه اكتر، طب اسمع للكلام اللي ماما قالته ولا اللي بابا قاله، او برتاح لتوجيه اكتر؟ اكيد في سؤال صعب قوي. بلاش نجاوب خلاص. لا هم يعني اكيد بيبقى اوقات ليهم نظره مختلفه، بس بنوصل لنفس الحاجه يعني. أوكي. بجرب الاثنين وهم بيشوفوا يعني، الاحسن في الاخر بيمشي يعني. هو المهم ان هم ما كانوش مثلا ممكن يتدخلوا في طريقه تمرين مدربك الاصلي مثلا؟ لا 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 اكيد لا لا. يعني تمرينه الاهلي طبعا هم مش بيجوا معايا اصلا. أوكي. يعني هم بتمرن معاهم يعني مره كده في الاسبوع ولا حاجه يعني. كحب اللعبه معاهم يعني. أوكي. انت لعبتي قدام دينا اختك قبل كده؟ لا لعبت وماما طبعا وبابا قال لنا بصي، كنا بنلعب على دور الثمانيه دور ال 16، فماتش مهم جدا في السيدات، فقال لي بصي طبعا يعني لازم تلعبوا بجد علشان الترابيزات اللي جنبكم بيموتوا بعض عشان يكسبوا، فمش عدل انكم تفوتوا لبعض يعني، هم حسوها كده. وبعدين خلاص العبوا واللي ربنا هيجيبه كويس، سواء انت كسبتي او عيله واحده يعني. بس هو صعب فعلا قوي. صعب جدا. طبعا انا بدات العب لان بتمرن معاها كتير ساعتها، فبدات العب بجد وخلاص، ومركزين ومركزين في البينج بونج، مش مركز في اي حاجه ثانيه. مين كسب؟ لا انا هقول لك بقى، لحد ما بقى 2-1 ليا و9-5 يعني، فاضل لي 2 بوينتس بس، وانا بقى فجاه لقيتها قدامي، قعدت اعيط في وسط الماتش. ايوه بصي كده، قلت لها لا مش عايزه اكسب. كان عندك كام سنه؟ كان عندك كام سنه؟ كان عندي 19 مثلا. برضه صغيره يعني. على سيتويشن زي بس. ورجعت بقى بابا وماما فاهمين ان انا اللي خسرت عشان انا اللي بعيط، وهي جايه جنبي بتقول والله هي اللي كسبت، هي اللي كسبت. زي بس انا برضو ببقى عامله احسن حاجه وببقى انا اللي معيطه. لا انت عندك بنوته صح؟ عندها قد ايه؟ صوفيا 4 سنين. ليها اي ميول رياضيه؟ اكيد شايفاكي رايحه جايه على التمرين، هتعيدي نفس السيناريو؟ وانا لو رحت التمرين من غير المضرب الصغير بتاعها لا مش بتمرن اصلا. يا نهار ابيض. طب يا جماعه كده ما فيش حد هيعمل حاجه ثانيه؟ فريق السباحه هيعمل ايه؟ ما لازم نوزع نفسنا. بحاول والله، يا بحاول اخليها يعني راحت جمباز. ده لحد الاحفاد ده هيلعبوا. راحت جمباز ونحاول سباحه، بس هي المضرب زي مامي. يعني حاجه تحفه، حاجه. انا لو امي بطله في اي رياضه هشوف ماما بتعمل ايه زيها يعني. انا اوريدي بعمل ده في حياتي يعني. لو اي حاجه بتحبها اكيد احنا هنسبورت يعني في اي حاجه، مش هنضغطها اكيد. لو بنتك
كبرت وقررت تلعب في نادي تاني غير النادي الاهلي؟ الله على السؤال. صعبه جدا النهارده. لا بصي، هتعملي ايه كأم اهلاويه موت، اهلاويه يعني زي ما انت بتقولي انت اتربيتي في الاهلي، فالاهلي يعتبر بيتك، مش هقول لك بيتك التاني، هو بيتك، انت قعدتي في الاهلي اكتر ما قعدتي في البيت، هتعملي ايه؟ وانت فاهمه انه كلاعب او كرياضي ده بيحصل. اولا هعرف هي ايه المشكله، لانه اوقات يعني اوقات انا بزعل قوي مثلا، حاجه ضايقتني من النادي وببقى لا انا مش هكمل، وبعدين اللي هو لا يعني دي مش هتكملي ايه، مش هينفع. فهحاول افهم منها ايه سبب يعني الغضب او كده، وهحاول اشوف بقى اي حد من معارفي في الاهلي بقى اكلمهم. اكلم اي حد في النادي. اكلم اي حد. مفيش يعني، واضح ان الفكره غير مقبوله يعني. لا اصل بصراحه الاهلي برضو يعني بصي، في كل مكان في حاجات حلوه وحاجات وحشه، مفيش مشاكل، بس الاهلي برضو منظومه عريقه قوي وفيها، هو منظومه يعني هي الكلمه اللي انت قلتيها دي، هو منظومه كل حاجه معروف مين هيعمل ايه، كل واحد بيعمل دوره. يعني انا دايما كنت لما باجي اتكلم عن النادي الاهلي يعني مع صحابي وكده، كنت بقعد اقول لهم انا بشجع النادي الاهلي عشان هو نادي شيك، اللعيبه شيك، مجلس الاداره شيك، اعضاء الناس اللي في النادي شيك، شيك في اتيتيودهم، في الاسلوب اللي بيتعاملوا بيه. فالنادي الاهلي زي ما انت قلتي كده هو منظومه، واي لاعب في اي رياضه اكيد طبعا انت عارفه ده، وجوده جوه النادي الاهلي خلاص ده زي البصمه، انه من احسن اللعيبه في افريقيا. ده اكيد، ده لانه الاتموسفير كله بيساعد على ده. ده اكيد طبعا، ده اكيد. نادين، عايز اعرف منك خطواتك ايه اللي بتفكري فيها الفتره الجايه على المستوى الشخصي ومستوى رياضي. مستوى الشخصي يعني بحاول ان انا احافظ على اللي عندي، عشان انا حاسه ان انا عندي كل حاجه الحمد لله اللي كنت بتمنى بيها. فبحاول احافظ على بيتي وبنتي وجوزي وعيلتي والبينج بونج وشغلي الصبح وكل حاجه. في الرياضه يعني بحاول ان انا مهتمه قوي بالفتنس، حتى لو هو اتمرنت اكتر من البينج بونج عشان الاصابات، وعشان طبعا الحاجات اللي تمنعني يعني اتجنب اي اصابه ممكن تجي لي عشان ابطل بينج بونج. انت وديتيني لسؤال كده، تنس طاوله ليها سن لازم اللاعب مثلا ممكن يعتزل فيه او يبقى مش قادر يدي فيها؟ لا خالص، حتى انا لاحظت الموضوع ده في 2016 في الاولمبيكس لما كنت في ريو، كان دور الثمانيه فيهم الافريج بتاع اعمارهم 35، 33 ل 35 بنات، مش رجال، والرجال كانوا فيهم حد عنده 40 42. فهو هي الحلو في اللعبه انه انت هتحاولي تلعبي بالادوات اللي عندك. أوكي. يعني لو رجلي مثلا، انا مثلا ايام كنت مصابه خلاص هعرف اتصرف، الاقي طريقه لعب تناسبني. هي مش لازم كل حاجه تبقى لازم ابقى رفيعه، لازم ابقى لا، خلاص كل واحد هيبقى يظبط لعبه على الحاله البدنيه اللي هو فيها. أوكي. فدي ميزه حلوه قوي في البينج بونج، فبتخلي فعلا ناس كتير بتلعب لاعمار كبيره. لاعمار كبيره يعني. مش مرتبطه. حلوه دي، جميله برضه. رياضه، لا انا بحبها قوي، اكتر رياضات اللي بحبها. ايه البطولة الأغلى على قلبك سواء كانت مع المنتخب أو النادي الأهلي؟ هم في كذا واحدة بصراحة، بس قوليهم كلهم. هم أكثر ثلاثة غير الأولمبيكس طبعا، لأنه الأولمبيكس يعني جوز ولو تاني. بس أول واحدة كانت لما اختاروني أكون في منتخب العالم، هم عملوا كده زي ايفنت كتست يعني للأولمبيكس في نفس المكان اللي كان هيبقى فيه الأولمبيكس وكده قبل لندن 2012، وقرروا يعملوا منتخب اسمه منتخب العالم ضد منتخب انجلترا. أوكي. وانا كنت من المنتخب العالم ده، كنت انا واحده من هونج كونج وواحده من اليابان. اوكي. فطبعا كان شرف كبير جدا ليا ان انا الوحيده اللي مش ايشيا يعني مش اسيويه في الفرقه، فكان بالنسبه لي حاجه يعني في حته ثانيه خالص. المره الثانيه اللي كانت برضو مميزه جدا بالنسبه لي كانت انديه افريقيه مع الاهلي، وكنا بنلعب انا ودينا مشرف في الفرقه وساره عمرو، وكان بنلعب مع كونغو، وكونغو كان معاهم محترفه صينيه وكانوا مجانسين واحده صينيه، فمعاهم اثنين صينيين يعني بنات صينيات. تاني دول من اللعيبه الجامدين يعني قوي يعني، فطبيعي ان احنا 99% هنخسر. فهي حتى دينا قالت لي قبل الماتش واحنا في الباص، احنا هنخسر اعتقد يعني تقريبا، تعالي نجرب نخسر شويه. كسبنا 3-0 دينا كسبت اول ثانيه 3-2، وانا كسبت ثاني ثانيه 3-2، البنت الثالثه اللي هو بليز كملي مش هينفع. بس دي كانت برضو حاجه مميزه جدا. اخر حاجه كانت بطوله مفتوحه، بطوله عالم مفتوحه، وكنت بلعب تحت 21 وسيدات،
واخدت التو تايتلز، اخدت اول تحت 21 واخدت اول سيدات. ودي كانت حتى الاتحاد الدولي قال لي ان ده ريكورد باسمي، يعني ان انا وبنت صينيه بس اللي في العالم اللي عرفنا ناخد الاثنين تايتلز في نفس البطوله. فدول يعني هايلايتس بصراحه بالنسبه لي يعني كبار. وانت لعبتي مع اغلب الجنسيات تقريبا، مين اصعب جنسيه بالنسبه لي غير الصينيين؟ اللي بحسهم صعب اللعب معاهم الهنود. اوف ليه؟ لان هم ستايلهم مختلف قوي، هم معظمهم حريفه جدا. هم حريفه فعلا بصراحه، احنا حريفه برضو بس هم فعلا حريفه جدا، واللياقه البدنيه بتاعتهم عاليه قوي، فالماتش بيبقى صعب. واحنا ما بنتعاملش يعني ما بنلعبش مع هنود كتير، فدايما الماتش معاهم بيبقى مش سهل خالص، مش زي اي نادين. بصي يعني انت ما شاء الله واصله في حته حلوه قوي، اكيد بتشتغلي على نفسك. يعني عايزين من خلالك كده نوجه لكل ست عندها حلم في حاجه، تشتغلي نفسك ازاي؟ بتاكلي اكيد، ما تقنعينيش، اكيد ليكي نظام اكل مختلف، اكيد بتعملي رياضه، اكيد بتهتمي بالفتنس بتاعتك، عندك اكيد نظام مختلف عن العاديين، الست العاديه اللي هي ما عندهاش بطولات وحاجات. ادينا كده شويه نصايح ايجابيه كده ناخدها منك احنا كمان. هو اهم حاجه بس ان ناخد بيبي ستابس، يعني حاجات بسيطه جدا، حاجات صغيره في اليوم هي دي اللي هتوصل. والصبر، يعني انا اوقات اكيد بيجي لي وقت ببقى خلاص مش قادره ومش هكمل، مش قادره اروح الشغل ومش قادره اتعامل مع بنتي واوديها والتمرين وكل ده، بس خلاص انا بركز هو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي حالا، المفروض اعمل ايه وهعمله وبشوف بعد كده انا المفروض اعمل ايه دلوقتي خلاص. يعني وتراست البروسيس بقى، خلاص خلي سلمي امرك للبروسيس، وطبعا سلمي امرك لربنا، خلاص ربنا شايف احنا بنتعب قد ايه. ف اللي هو صح، واحده واحده، ذا باور اوف ناو، انا بعمل ايه اللي عليا وبشوف الخطوه اللي جايه هتبقى ايه. بس علاقتك بجمهور الاهلي عامله ازاي؟ يعني بتتواصلي معاهم على السوشيال ميديا؟ بتقري الكومنتس ولا انت من الرياضيين اللي بيغمض عينه؟ لا لا، في ناس طبعا يعني سبيشالي في فترات الدوري بقى بيبعتوا لي كتير على البيج بتاعتي، وبرد عليهم طبعا. ولو في اي مثلا ماتش تبع اسبانيا بيبقوا عايزين يشوفوا اللينك، ببعت لهم اللينك عشان يتفرجوا. لا يعني بيبعتوا لي على البيج وبرد طبعا على قد ما بقدر يعني على كله. يعني انا بحس ان انتوا بتهتموا بالسوشيال ميديا برضو زي الفنانين وكده؟ اكيد اكيد بتهتمي بقى بالكومنتس بتاعتك؟ مش اكتف، مش اكتف، انا مش لاحقه ابقى اكتف يعني. دي ممكن اشتغل عليها، انا مش لاحقه بصراحه ان انا يعني حاجه من الحاجات اللي نفسي فيها، بس طبعا ان شاء الله. يعني يا كتر خيرك، يعني انت بتعمل حاجات كتير قوي، معلش ما تهتمش بالسوشيال ميديا يعني، خليها بس والله كده. بقرا الكومنتس وبرد على كل المسجز بجد. نشكرك يا نادين، منورانا. دي احنا هنطلع، لا احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. يلا نرجع على طول.